ضربة حرة للمنتخب السنغالي تتلعب داخل منطقة الجزاء، جول. خطأ دفاعي ويخرج الشناوي بشكل غلط هو كمان، ومامي بيرام ضيوف يكرر ما فعله في مباراة الذهاب، يسجل هذه المرة برأسية من كرة ثابتة كتير حذرنا منها، كتير قلنا وتكلمنا الدفاع لم يتعامل بشكل جيد، والشناوي أيضا خرج ويبدو أنه كمان أصيب في هذه اللقطة. هدف مبكر يعقد المباراة أكثر وأكثر. خلينا نشوف الإعادة. لعبت من ديوب وخرج الشناوي، لكن أشك أن رقم 2 بوجي كان متقدم خطوتين لحظة لعب الكرة، معرفش الكرة محتاجة أنها تتعاد شوية، وممكن يعتبروه أنه لم يتدخل في اللعبة على اعتبار أنه ما لمسش الكرة، لكن في كل الأحوال خطأ يتحمله خطأ مشترك من الدفاع ومن الشناوي. على أي حال علينا أن نحاول